مختلفة. خلينا كمان ناخد توقعات ونتكلم أكتر مع كابتن محمد عامر نجم الأهلي السابق ومعنا على التليفون. الكابتن في البداية بصبح على حضرتك صباح الفل. صباح الفل، وان شاء الله ربنا يكرمنا كده ويبقى يوم جميل علينا ان شاء الله. يا رب دايما. والاهلي حقيقي الفتره اللي فاتت، هو على طول بس تحديدا كمان الفتره اللي فاتت اسعدنا كتير جدا. خليني بقى اروح مع حضرتك كده، ازاي ممكن نقول الماتش ده ماتش الاياب يكون يفرق من وجهه نظر حضرتك من ناحيه الاداء والنتيجه عن ماتش الاياب؟ اتفضل يا فندم. بص حضرتك، هو النادي الاهلي دايما بيعمل حسابه في كل شيء، حتى لو كسبان بره، حتى لو حسم الامر في مباراه الذهاب. النادي الاهلي ما بيستهينش بفريق، خاصه ان هو النهارده النادي الاهلي يعني بقى متوج على طول بالبطوله الافريقيه، وعشان يحافظ على هذه البطوله لازم يهتم ولازم يحترم كل الخصوم سواء كان ضعيف او قوي. صح. فالنهارده كون ان هو كسبان بره 1-0 في مباراه الذهاب، ده لا يعني ان المباراه حسمت. طبعا المباراه لم تحسم. خلي بالك الاجواء الافريقيه، احنا لعبنا كتير في بطوله افريقيا. الاجواء الافريقيه في بنروح بلاد فيها درجه الرطوبه عاليه جدا، ما بتقدريش تتنفسي، ما بتقدريش تاخدي اكسجين. الفرق الافريقيه بتيجي مصر بتلاقي اجواء مناسبة بالنسبة لها، بيعرف يجري كويس. الاكسجين عندنا هنا زي ما بيقولوا بالزوفة، فيعني الملعب حتى مختلف يا كابتن محمد. يعني الملعب ده شفت الملعب اللي النادي الاهلي كان بيلعب فيه؟ ايوه يعني طبعا. احنا لما نقول عليه غيط يبقى احنا بنشتم الغيط. فطبعا بيجي في اجواء وبعدين المدربين بتوعهم، المدربين الفنيين بيبقوا عندهم امل كبير جدا ان هم يكسبوا. يعني برغم ان هم خسرانين 1-0 هناك، بيقول للاعيبته احنا هنروح وهنكسب وهنكسب النادي الاهلي، وبيحمس لعيبته، فاللعيبه بتطلع كل طاقتها. فكل دوت بينعكس على اداء اللعيبه في الملعب، والنادي الاهلي مطالب ان هو يواجه كل هذه الطاقات بكل قوه عشان يعدي الدور ويروح دور ال 16. نتمنى ذلك. يعني حضرتك بتتوقع طيب من ناحيه هنا الاداء بالنسبه للنادي الاهلي تحديدا، لو هنتكلم بين الذهاب والاياب، هل حضرتك بتتوقع برضو نفس الروح الهجوميه في البدايه رغم طبعا الغيابات المختلفه الموجوده واللي اكد عليها موسيماني في المؤتمر الصحفي ان هو لا يأبه يعني للغيابات المختلفه الاهلي بمن حضر؟ الغيابات دي موجوده في حتى في الدوري، وعمليه الروتيشن بين اللعيبه بتحصل بشكل كبير جدا، وكل اللعيبه حافظه ازاي بينزل الملعب كل واحد. لو غاب كهربا بيخش غيره. النهارده هيرجع كهربا، انا شايف ان هيرجع كهربا ان شاء الله، وقفشه هيرجعوا، بس الشناوي برضه هيكون لو ما رجعش برضه هيبقى، لكن علي لطفي موجود بشكل كبير جدا. عمليه الروتيشن موجوده، موسيماني بيعملها بشكل كبير جدا، والنادي الاهلي بيعرف ازاي يجهز اللعيبه البديله، فما بنحسش بالفرق. فالنهارده النادي الاهلي باذن الله هيقابل الفريق ده بكل قوه باذن الله، واعتقد ان احنا النهارده ان شاء الله باذن الله هنكسب اكتر من 2. هايل. انا توقعت 3-1 وكريم توقع 3-0، خلينا نشوف كده ويا رب يكون ازيد كمان. يعني ان شاء الله باذن الله. نشكرك جدا كابتن محمد عامر، شكرا ليك يا فندم، شكرا ليك.